النادي الأول وهو نادي التمرير الرياضي النقاط. الفارس بفئة النادي الرياضي المتميز في الترشيد وهو نادي الحمرية الثقافي الرياضي. سالم سليمان يرفع الكرة، سالم سليمان خطيرة. We'll be right back.
وشكرا خاص لكم يا اعلام نادي الحمرية. الحمرية على التغطية الإعلامية اللازمة لهذا الحدث. والشكر كذلك لإدارة الإعلام في نادي الحمرية على تغطيتها كاملة بصراحة للبطولة هذه.